نواصل الاحتفالات بعيد الحرية والديمقراطية، ومن مدينة أم جرس الاحتفال بهذا اليوم التاريخي بحضور حاكم الإقليم إنيدي شرق حسن جربو إلى جانب السلطات التقليدية والعسكرية والإدارية بالمنطقة. محمد حسن آدم. على غرار مدن وأقاليم البلاد، فقد احتفل سكان مدينة أم جرس حاضرة إقليم إنادي شرق بالذكرى 27 ليوم الحرية والديمقراطية الذي يصادف 1 ديسمبر من كل عام، وذلك بحضور حاكم الإقليم حسن جروبو وقائد المنطقة العسكرية رقم 8 بأم جرس الجنرال صالح أبا، حيث ابتدأت المناسبة بوضع إكليل من الزهور في مقام الجندي المجهول تخليدا لذكرى شهدائنا البواسل. الأمين العام لإقليم إنادي شرق ماب مرا قال إن يوم الحرية والديمقراطية الذي ضحى فيه رجال بدمائهم وأرواحهم يعتبر تاريخا مجيدا من تاريخ تشاد المعاصر، كما أعقبه في الحديث ممثل الأمين العام الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بإنادي شرق طاهر أحمد طاهرو، والذي أشار هو الآخر إلى أهمية هذا اليوم الذي عرف فيه البلاد حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان وتعزيز المكتسبات الوطنية، كما أشاد بجهود صاحب الفخامة رئيس الجمهورية إدريس أدوبي إتنو في مختلف المجالات. هذا واختتمت المناسبة بعرض عسكري شاركت فيه مختلف الوحدات العسكرية بإقليم إنادي الشرق أمبيانس. من أم جرس إلى حجر لميس والاحتفالات بعيد الحرية والديمقراطية وسط حضور حاكم الإقليم علي آدم عبد الله والأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بحجر لميس محمود موسى الفيل. الأول من ديسمبر عام 1990 هو يوم الحرية والديمقراطية التي جاء بها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو منذ وصوله في الحكم، وذلك بعدما ذاق الشعب التشادي مرارة الدكتاتورية من قبل النظام السابق. وعليه فقد احتفل سكان إقليم حجر لميس بذكرى 27 ليوم الحرية والديمقراطية بمدينة ماسوكوري حاضرة الإقليم، وسط حضور كبير من سكان المنطقة والوافدين من القرى والمدن التابعة للإقليم. في بداية المناسبة قام حاكم الإقليم علي آدم عبد الله بوضع إكليل من الزهور على قبر جندي مجهول. بعد ذلك جاءت الكلمة الترحيبية التي قدمها رئيس اللجنة التنظيمية للاحتفال محافظ محافظة دقنة السيد بشير طاهر محمد، الذي رحب فيها بالحضور على تلبيتهم الدعوة شاكرا باسم اللجنة المنظمة للاحتفال كل من وقف وساهم معهم من أجل إنجاح هذه المناسبة، وأن حضورهم هذا يؤكد وقوفهم التام مع الحركة الوطنية للإنقاذ. الأمين العام للمكتب الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم حجر لميس أبكر موسى كلي في كلمته بهذه المناسبة قال إن الاحتفال بالذكرى السنوية ليوم الحرية والديمقراطية يعد يوما تاريخيا، مؤكدا وقوفهم التام ومساندتهم للرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي إتنو في تحقيق الأهداف المنشودة في المجتمع. واختتم حديثه بالشكر الجزيل لقوات الدفاع والأمن على سهرها لأجل حفاظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين في جميع الأراضي الوطنية. هذا وبعد ذلك ألقى الحاكم خطابا مطولا سرد من خلاله جهود وإنجازات رئيس الجمهورية من العام 1990 حتى هذه اللحظة، حيث وصفها بالبادرة الكريمة التي من خلالها شهدت البلاد تقدما ملحوظا في كل المستويات، وأن إقليم حجر لميس يعد واحدا من الأقاليم التشادية التي شهدت تطورا ملموسا، والذي يتمثل في بناء المستشفيات والمؤسسات التعليمية وكذا إنشاء المراكز الصحية في بعض القرى والمناطق، فضلا عن الطرق والخدمات الاجتماعية الأخرى كسلخانة جرمايا وغيرها. هذا واختتمت المناسبة بعرض عسكري ومدني شاركت فيه كل من قوات الدرك الوطني وأفراد الشرطة الوطنية بالإضافة إلى الحرس الوطني والرحل وشرطة بلدية ماسوكوري، فضلا عن طلاب المدارس التعليمية في المراحل الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية، إلى جانب عدد من الكانتونات والشيوخ التقليديين بالإقليم وعدد من أصحاب المهن المختلفة. كل ذلك يعد فرحة بهذه الذكرى التاريخية وتأييدا لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رجل السلام
الذي جمع شمل المواطنين في سلام دائم يسوده الأمن والاستقرار اللذان بهما تتقدم الشعوب. مدينة موسورو أيضا احتفلت كباقي مدن البلاد بعيد الحرية والديمقراطية وسط حضور عدد كبير من سكان المدينة. أحمد ياسين. احتفل سكان إقليم بحر الغزال كغيرهم من المواطنين التشاديين بالذكرى 27 لعيد الحرية والديمقراطية وسط حضور كبير من المسؤولين الإداريين والعسكريين بمدينة موسورو، حيث ترأس المناسبة حاكم إقليم بحر الغزال طاهر بركاي الذي قام بوضع إكليل من الزهور تقديرا لتلك التضحيات التي قدمها أبناء تشاد ثمنا للحرية والديمقراطية. هذا وقد اختتمت المناسبة بعرض عسكري شاركت فيه جميع الوحدات العسكرية المختلفة للجيش الوطني التشادي، إضافة إلى المؤسسات التعليمية المختلفة والأحزاب السياسية المتحالفة مع حزب الحركة الوطنية للإنقاذ. يذكر أن مدينة موسورو هي إحدى المدن التي احتضنت الاحتفالات بالذكرى 27 ليوم الحرية والديمقراطية.